السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى قصة جديدة. قصتنا اليوم من عند هذا الشاب اللي هو من بلادنا اليمني، الذي حصل على الإقامة المصرية وظهر لنا بهذا الفيديو بنهار أسود وملون. شاهده الجميع وعرفه الجميع، فأنا يمكن أن جيت متأخر. الناس طلع من الإقامة المصرية، صرت مصري خلاص. دحين هو واحد قدامي يقول له يا نهار أسود وملون، يا نهار أسود وملون، والله كان نفسي أقولها. دحين والله أحبكم، أحبكم اليمن مصر خلاص، يا نهار أسود وملون. ولكن اليوم لقيت له مقابلة مع قناة الآن أو أخبار الآن، فاكتشفنا أن لديه قصة طويلة عجيبة يعني. فهو حصل على الإقامة المصرية وظهر لنا بهذا الفيديو وهو فرحان ليعبر عن فرحه، بسبب أنه يعني قد كان عانى كثير وحرم من دراسته وبعض الإجراءات يعني الذي هي حق من حقوقه، وبسبب بعض المشاكل وبعض نتابع القصة على لسانه أفضل، حتى لا يكون يعني التعبير من عندي أنا خاطئ. فنتابع المقابلة معه على قناة أخبار الآن. شو هو السبب المعين الفرحة؟ سبب الفرحة المعين شو هو؟ حاضر بقول لك. طبعاً أنا ولدت في السعودية من أول ما جت في الكوكب. أنا إيش ولدت في السعودية صح؟ نعم. فالله يسعدك يا رب. فيعني قعدت 20 سنة، فيعني أمي وأبويا انفصلوا عن بعض. فإيش اللي صار؟ أنا اللي كنت الضحية يعني. أنا ابوي ما رضى يكمل لي اجراءاتي ولا رضى يسوي لي اي شيء، فقعدت بدون دراسه وبدون ما اكمل حياتي، بدون يعني زي اي انسان او اي ولد او اي طفل يتمنى يدرس يتمنى يسوي. فانا يعني حقوق اي انسان، هذه اي انسان يتمناها. فايش اللي صار بعدها؟ يعني 20 سنه قعدت اتعذب وحاله نفسيه غير طبيعيه، وكنت اتمنى يعني اكمل حياتي يعني في السعوديه مع يعني مع امي وكل شيء. لكن بعدها امي قالت لي خالد لازم تسافر على بلدك اللي هو فين. انا من اليمن صح، فانا امي معي الوحيده يعني، ما عندي اخوان ولا اخوات ولا ابوي يعني قاعد معايا يعني، خلانا من وانا صغير. فطول عمري وحياتي مع امي، وامي كانت تتعب عشان تسوي لي اي شيء يعني عشان يرضيني. فبعدها الا فجاه امي تعطيني خبر يعني عمري 20، قالت لي انت خالد لازم تسافر اليمن. انا طالع في امي والله يعني الدموع بتنزل يعني، ما اقدر لا يعني السعوديه طول حياتي فيها ما اقدر اخليها. فبعدها لما صار زي كذا قلت لها حاضر يا امي. قالت تروح هناك، وانا لما رحت هناك يعني كنت بنات انه اكمل الاجراءات عشان ارجع السعوديه، فما قدرت اطلع الاقامه السعوديه، وهذا الشيء مو مني انا يعني، لو انا بدي كنت سويت هذا الشيء. فايش اللي صار؟ فيدي بعدها انكسرت. بعدين قالت لي امي ضروري لازم تروح تسافر على مصر اللي هو اسوي عمليه في اليدي. فانا بعد لما جيت في نفس الطياره، جيت الطياره قلت لها امي والله ما بطلع. قالت لي لسه انزل مصر شوف قرر. قلت لها ما ابغى امي يعني، امي تعرفني مستحيل اخليها مهما صار في هذه الدنيا مهما صار. فاول ما جيت قلت والله ما اطلع من مصر. بعدين الا فجاه يعني انا ما توقعت يعني، لي 20 سنه احاول اطلع الاقامه ما اقدر ابدا. ففي مصر لما جيت اول ما جيت والله خلال 4-5 أيام 6 أيام يقولوا لي الاقامه على طول طلعت. انا مصدوم يعني يعني ما ادري كيف شعور يعني سعاده يعني كيف يعني شعور يعني ما ادري كيف اوصف لك الفرحه اللي بقلبي. لو يعني انا خلاص قلت لهم اسمي خالد اسكندريه على طول، خالد من اليمن اسكندريه. واتمنى انه وضحت لك كل شيء. طيب خالد انت المفروض تضحكني وتعطيني طاقه ايجابيه ولا حابب تبكي؟ قاعد ابكي والله اسف زعلتك، مو قصدي ازعلك والله.